مرحبا أصدقائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. واليوم رح يكون في عنا كمان درس جديد مهم ومفيد لإلنا، لازم ننتبه له ونعرفه كتير منيح. أنا بعرف إنه في أشخاص بيناتكم دايماً عم يكتبوا كل شي نحنا منتعلمه سوا، وهيدا شي كتير مهم بيساعدكم إنه ضلكم تتذكروا كل المعلومات وتقدروا تفهموا الأشياء الجديدة اللي رح نتعلمها بالحلقات اللي جاية. اليوم كمان حضروا دفتركم والقلم، جهزوا حالكم، فتحوا دينيكم وعينيكم منيح حتى تكونوا مركزين على كل شي رح نتعلمه. ببداية هيدي الحصة رح نستمع سوا لأغنية حلوة كتير، انتبهوا منيح عليها، ركزوا منيح، من بعدها منباشر بدرسنا لليوم. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding one plus one equals to the sum. Adding two plus two equals four, the sum. Adding three plus three equals six, the sum. Adding four plus four equals eight, the sum. Adding five plus five equals ten, the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding six plus six and the total is 12. Adding 7 plus 7, the total is 14. Adding 8 plus 8, and the total is 16. Adding 9 plus 9, and the total is 18. Adding 10 plus 10, and the total is 20. Adding up numbers, 2 or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, two or more equals the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. وهلا مثل ما وعدتكم رح نبدا بدرسنا لليوم. واليوم رح نتعلم جملة صغيرة جديدة مهمة، انتبهوا لها، رح اكتبها على اللوح. double fact. شو يعني double fact؟ هلا رح نشوف ايمتى منقول هيدي الكلمة او هيدي الجملة الصغيرة، يعني الكلمتين double fact. عادة بالرياضيات تعرفوا انه بالاديشن، يعني علم اسلوب الجمع، لما نجمع الارقام مع بعضهم، يعني رقم بلس رقم equals the sum، تتذكرون اكيد. عادة بيكونوا مثلا 3 plus 5 ومنلاقي الجواب، بس مرات بيكونوا الرقمين مثل بعضهم، مثلا 3 plus 3 equals 3, 4, 5, 6. بس يكونوا الرقمين اللي نحن عم نجمعهم على بعض هن زي هو ذاته الرقم، منسميها double fact. يعني رح أعطيكم مثال آخر: 2 plus 2، هيدي 2 plus 2 منسميها double fact. 1 plus 1، هيدي بنسميها double fact. فكروا انتو معي، وعطوا أمثلة لبعضكم، أو إذا حدا قاعد معكم فكروا مع بعض، قولوا مثل. مثلا 6 plus 6 double fact. 9 plus 9 double fact. 8 plus 2
تتصير دبل فاكت؟ 8 أكيد، لأنه لازم الرقمين اللي نحن عم نجمعهم على بعض عم نضيفهم على بعض لازم يكون هو ذاته، منسميهم دبل فاكت. كمان مثال 4 بلس قديش تتصير دبل فاكت؟ يعني 4 أكيد. وأكيد بعدين أنتو فيكن تعدون وتجمعون مثل ما تعلمنا من قبل. كمان مثال 5 plus 5 هي دبل فاكت. خلينا نشوف الأجوبة. 1 plus 1 1 و 1 بيعطونا 2. 5 plus 5 5 6 7 8 9 10. 6 براسي و 6 على أصابيعي، 6 7 8 9 10 11 12. 9 in my head و 9 على أصابيعي، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 plus 8 8 in my head و 8 على أصابيعي، 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 4 plus 4 4 in my head 4 on my fingers 4 5 6 7 8. جربوا عندكن، حطوا أمثلة تانية واكتبوا الأرقام يلي هي نفسها، يعني نفس الرقم زائد نفسه، وشوفوا شو رح يطلع المجموع. منسميهم دبل فاكتس، وهيدي معلومة كتير مهمة بالرياضيات، وتمارين كمان مهمة لازم نعرفها وننتبه لها كتير منيح. اكتبوا هيدي الأمثلة كلها عندكن، وفكروا انتو بأمثلة أخرى اكتبوها عندكن، وتذكروا دايما شو معنات دبل فاكت، وخليكن مستعدين ومنتبهين لننتقل سوا للفقرة اللي جاية. منتابع درسنا مع تمرين جديد. رح اكتب السؤال على اللوح. سؤال بيقول او التمرين بيقول draw the same number of dots complete the double facts. Draw يعني رسوم the same number يعني نفس الرقم of dots من النقاط complete the double facts. بدنا نكمل تيصير عنا دبل فاكتس مثل ما تعلمنا. الدوتس هن موجودين بدومينو. في عنا كتير دومينوز بقلبهم، تعرفوا انه في ارقام، ونحنا بدنا نعمل بدنا نكمل النقط بقلبهم حتى يصير عنا دبل فاكت. إذا بدنا نعمل الدبل فاكت، تتذكروا شو قلنا يعني دبل فاكت؟ يعني لازم
نفس العدد يكون موجود عن الجهتين تنعمل الادشن. اذا بدي كمل تيصير عندي double fact لازم هون بما انه عندي one dot يعني نقطة one dot لازم اعمل one dot مظبوط تيصير عندي double fact. اذا بدي كمل كمان تاني دومينو فيها one two three dots يعني انا تكملها لازم حط three dots كمان one two three. الدومينو اللي بعدها فيها 5 1 2 3 4 5 dots. حتى يصير عندي double fact لازم يكون الرقمين مثل بعض 1 2 3 4 5 dots. هون عندي 2 dots 1 2 تكملها 1 2 2 dots. كمل في عندي 6 dots 1 2 3 4 5 6 يعني أنا تأعمل double fact عم بيقولوا لي draw the same number of dots يعني بدي أرسم نفس عدد النقاط تأعمل double fact يعني هون لازم أرسم 6 dots 1 2 3 4 5 6. واخر واحدة فيها 1 2 3 4 يعني انا لازم ارسم 4 dots 1 2 3 4. واذا بنرجع حتى نعمل الايكويشنز يعني رح تكون بهيدا الشكل 1 رح اكتب 1 plus 1 تيصير عندي double fact 1 plus 1 بيعطيني 1 2 equals 2. لازم لقي مجموع النقاط بكل دومينو. فإذا أول وحدة فيها 1 زدت عليها 1 تعطيني 2. منكمل كم دوت فيها 1 2 3 زدنا عليهم same number of dots يعني نفس عدد النقاط 1 2 3 تعطيني the sum المجموع 1 2 3 4 5 6. فيني شوف انه عندي هون double fact لانه الرقمين هن يلي عم بجمعهم مع بعض هن نفس الرقم. منكمل 1 2 3 4 5 رح اكتب 5 بلس رح زيد عليها من تاني جهة نفس الرقم 1 2 3 4 5 equals the sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فإذا 5 plus 5 equals 10. كمل 1 2 بكتب هون 2 plus 1 2 equals أكيد عندي double fact 1 2 3 4 بيعطيني the sum 4. اللي بعدها فيها 6 dots 1 2 3 4 5 6 رح أكتب هون 6 plus لازم يكون لأنه double fact لازم يكون هون كمان في 6 1 2 3 4 5 6 يعني 6 plus 6 بيعطونا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 the sum 12. واخر وحده فيها 1 2 3 4 plus 1 2 3 4 المجموع the sum 1 2 3 4 5 6 7 8 8. فإذا كل اللي عم نشوفهم على اللوح هن double facts. ليش؟ لأنه الرقمين اللي عم نجمعهم هن ذاته هو ذاته الرقم. لاحظوا 1
زدت عليها 1 3 زدت عليها 3 5 زدت عليها 5 2 زدت عليها 2 6 زدت عليها 6 4 زدت عليها 4 بهذه الطريقة بنكون عملنا دبل فاكت. إذا كانت الدومينو بيسوى مرات نلاقي دومينو مختلفة مثلا فيها هيك هون 1 وهون 2، هل هيدا دبل فاكت؟ لا هيدا مش دبل فاكت. دبل فاكت هي لما بيكونوا نفس الأرقام يلي نحنا عم نجمعهم مع بعض. إن شاء الله تكونوا فهمتون كتير منيح، اكتبون عندكم احفظون منيح وخليكن منتبهين ومركزين لننتقل سوا للفقرة اللي جاية. Three birds on a branch and three birds on another branch equals six birds. Five bees on a hive and five bees on another hive equals 10 bees. Four ladybugs on a leaf, another four on another leaf equals 8 ladybugs. It's a double fact. وهلا وصلنا سوا لاخر فقره بحصتنا لليوم. بهيدي الفقرة رح نعمل سوا أشغال يدوية بسيطة جدا بتذكرنا بالدرس اللي تعلمناه بخلال الحصة. واليوم أنا وياكم رح نعمل راس مهرج كلاون. حتى نعمل راس الكلاون نحن بحاجة لكرتونة على شكل دائرة يلي هي رح نستخدمها تنعمل وجهه للكلاون. وأول شي رح نرسمه هي عيونه. وبعدين راح احط له المنخار الانف the nose. وبعدين راح ارسم كمان التم تبع المهرج يعني الكلاون. رسمت له الوجه تبعوله بهيدا الشكل. بعدين راح احط له، بتعرفوا انه شعراته بيكونوا هيك كبار وملونين، فانا راح احط له من الجهتين شعر. بس هيدا المهرج الكلاون حاطط على راسه هات حلوة كتير بتضحك الأولاد، بتضحك الأطفال لما يروح ويشوفهم. رح لزقها كمان على راسه. بهيدا الشكل. بس كمان على هيدي الهات اللي هو حاططها على راسه في مثل طابات صغار حلوين بزين فيهم البرنيطة تبعيته القبعة. رح حطهم هون. في عندي 4 1 2 3 4.
طلعوا منيح بهيدا الكلاون المهرج وطلعوا منيح وقولوا لي وين في دبل فاكت. إذا قلنا his eyes يعني عيونه 1 plus 1 equals 2 يعني عنده 2 eyes هي double fact لأنه 1 زدنا عليها نفس الرقم 1 1 plus 1 equals 2. عظيم. حتى شعراته مبينين من الجهتين، في هون جزء 1 وهون جزء 2. 1 plus 1 بيعطينا 2، هيدي double fact. طلعوا على القبعة تبعيته the hat فيها 4 هيك small balls إذا بتكون هولي، رح نعدهم 1 2 زدنا عليهم 1 2 عطيونا 4، كمان هيدا double fact 2 plus 2 equals 4. ما تنسوا إنه double fact هي لما نزيد نفس الرقم على نفسه، يعني إذا 1 نزيد عليها 1، إذا 2 بنزيد عليها 2، إذا 3 بنزيد عليها 3 إلى آخره. بتكملوا أنتو كل الأرقام. عملوا وجه مثل هيدا المهرج وأنتو علقوه عندكم وتذكروا double facts وتذكروا أنه دايما لما نزيد نفس الرقم على نفسه يعني على رقم مثله بكون double fact. هيك بتكون خلصت حصتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وكتبتوا الأشياء اللي تعلمناها، مرنوا عليها منيح وما تنسوها أبداً. وهلأ رح أترككم مع أغنية حلوة كتير، اسمعوها منيح ومن بعدها بقلكن باي. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. White, brown, white. White, brown, white. White, brown. What's next to hide? The color white. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Chicken, cow, tree. Chicken, cow, tree. Chicken, cow. And the image to be is the image of a tree. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Circle, triangle, square. Circle, triangle, square. Circle, triangle. And what goes there? The shape of a square. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. 4, 6, 9. 4, 6, 9. 4, 6. And the next on the line is the number 9. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself.